بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أيمن سعد من ميجا بروفيشنال تريننج. النهارده إن شاء الله بنكمل سلسلة المحاضرات أو سلسلة الفيديوهات الخاصة بالـ VMware Sphere الإصدار 6.5. كنا توقفنا المحاضرة اللي فاتت وأخدنا إزاي إن إحنا بننشئ فيرتشوال ماشين داخل الـ ESXi. دي كانت آخر محاضرة المرة اللي فاتت، وشفنا عملية الانستليشن بتتم ازاي، او عملية الديبلويمنت اللي هو بيقول لك انا اعمل ديبلوي للفي ام، يعني انشئ في ام. فكلمة الديبلوي كانت في ناس يعني بتتلخبط فيها، الديبلوي ان انت تنشئ مكنة جديدة او تنشئ فيرتشوال ماشين جديدة. فده كان اخر حاجة اخدناها في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة بنكمل مرة تانية. انا هدخل على السيرفر اللي انا شغال عليه ريموتلي اللي هو عليه الفي ام. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت ان احنا مثلا حطينا او انشانا او عملنا ديبلوي لجهاز الويندوز 10. ده كان الكلام اخر مره درسناه. نبدا نتكلم على موضوع مهم جدا جدا النهارده، ونتكلم على موضوع ملفات الفيرتشوال ماشين اللي احنا انشاناها. محدش ينسى، احنا يا جماعه نعيد تاني اللي احنا بنقوله، ان احنا عندنا الاي اس اكس اي او الهاي باي فايزر يعني، وانشانا فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين ده عبارة عن، قلنا هي المحصلة الخاصة بيه، وعبارة عن مجموعة ملفات. يعني هو بيتكريت لي فولدر، والفولدر ده فيه مجموعة ملفات. طيب ايه الملفات الخاصة بكل جهاز؟ يعني انا لو عندي هنا سي تلاتة فيرتشوال ماشين، فبيبقى فيه فولدر مثلا اسمه ويندوز 10 اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، فده بيبقى عبارة عن فولدر وعليه ملفات خاصة بالويندوز 10. ولو عندي مثلا ويندوز سيرفر 2012 او 2016 وات ايفر، عندي فولدر خاص بالفي ام ده، فده بيبقى ليه ملف او ليه فولدر وفي ملفات خاصه بالفيرتشوال ماشين. اللي هو تعال نشوفهم فين. هنا يعني انا مثلا عندي هنا، اما باجي في الاي اس اكس اي اللي عندي، انا عندي ثلاث اجهزه، الرقم طبعا بيطلع لي هنا ثلاثه، واللي هم الثلاث اجهزه دول موجودين. كل جهاز من دول فيه ملفات خاصه بيه. اللي هو ايه؟ اعرف ازاي او اجيبهم منين؟ اعرف ازاي او اجيبهم منين؟ ممكن اجي عند الداتا، عند الستور او الاستورج هنا. فالاستورج انا عندي هنا مجموعه ستورج، بس مش كلها، ممكن يكون في منها فاضيه، ممكن يكون في ستورج فاضيه، ممكن تكون في ستورج مليانه تقدر تشوفها من هنا. هنا مثلا بيقول لي انت عندك فري قد كده، وعندك هنا فري قد كده، يعني شوف دي 272، الفري منها 27، معنى دي الاستورج دي مليانه فيها حاجه. هنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. طيب انا عايز اشوف دلوقتي الملفات الخاصه بالفيرتشوال الثلاثه فيرتشوال ماشين اللي عندي. فقلنا بنضغط على الاستورج، فبيقول لي ان عندي اربعه ستورج، يبقى انا عندي اربعه ستورج وثلاث اجهزه عادي، يبقى واضح ان انا عندي ستورج فاضيه يعني. على كل، باجي هنا على الداتا ستور براوزر. هنا يا جماعه المجلد او الفولدر اللي بيتخزن لي عليه الملفات الفيرتشوال ماشين. على سبيل المثال تعال نشوف هنا مثلا الفولدر اللي اسمه ويندوز 10. الفولدر اللي اسمه ويندوز 10 ده عليه الايزو فايل، ده واضح جدا ان عليه الايزو فايل الخاص بالويندوز 10. يعني انا لو عايز اعمل ديبلوي او انشئ كرييت او انشئ فيرتشوال ماشين تاني، انا عندي هنا الايزو فايل موجوده على فولدر اسمه ويندوز 10. طيب الويندوز 10 ده، شايفين الفرق بين الاثنين دول؟ انا عندي هنا اثنين ويندوز 10، لكن الفرق بينهم ايه؟ الويندوز 10 الاخير ده اللي هو ال 10-1 ده مجموعه ملفات، هو ده الفيرتشوال ماشين. يبقى ده الملفات دي يا جماعه هي الملفات الخاصه بالفيرتشوال ماشين اللي اسمه الويندوز 10-1. لكن دي قالت لي انا كنت رافعها قبل كده، عملت ابلود مثلا للايزو فايل، لكن دي ماليش علاقه بيها، دي مالهاش علاقه بالفيرتشوال ماشين اللي انا شغال عليه. مثلا الويندوز 8 لو اضغط على الويندوز 8 برده نفس الكلام، انا ما عنديش هنا الا ايه؟ ويندوز 10. الويندوز 10 هنا دي الملفات الخاصه بالويندوز 10 ده الجهاز. يبقى اما بنشئ فيرتشوال ماشين ما بيتكونليش ملف واحد، لا ده بيتكون لي زي ما حضراتكم شايفين هنا مجموعه من الملفات. بس نلاحظ حاجه، مجموعه الملفات دي في منهم لونهم عامل زي الورقه كده او الدوكيومنت او تكست فايل يعني، اللي هم دول، وفي منهم ملون اللون ده واللون ده، ده لون شكله كده او الايكون تبعه شبه الهارد ديسك. لكن دول كده يعني عايز يقول لك هم يعتبر ملفات الفيرتشوال ماشين ملفين اساسيين. الملف الاساسي الاول اللي هو الفي ام دي كي بيبقى اسم المكنه او اسم الفيرتشوال ماشين، انا اكيد كنت مسميها ويندوز 10. بياخد هنا الدوت
وبعد كده الاكستنشن. فهنا الاكستنشن عندي اسمه ايه؟ في ام دي كي. الفي ام دي كي ده الملف الاساسي الاول في اي جهاز فيرتشوال، ده عباره عن الهارد ديسك. هارد ديسك، ولو تفتكروا واحنا بننشئ فيرتشوال ماشين بيقول لي انت عايز هارد ديسك مساحته كام عشان هيتخزن عليه اللي انت كل شغلك، كل شغلك اللي على الفيرتشوال ماشين هيتخزن عليه على هارد ديسك، زي الهارد ديسك بتاع الفيزيكال ماشين يعني. فده بيتجمع لي في ملف، الملف ده مهم جدا بالنسبه لي اللي هو الفي ام دي كي، قلنا ده يماثل او يعادل الهارد ديسك. الملف الثاني اللي هما الملفين الملونين، ملف الملون عندي اللي هنا اللي هو المهم جدا اللي هو الفي ام اكس. الفي ام اكس ده عباره عن ايه؟ الملف ده بيحتوي على الكونفيجريشن الخاصه بالفيرتشوال ماشين. وحضرتك بتنشئ الفيرتشوال ماشين بتقول له انا عايز الميموري مثلا 4 او 6 او 8، وبتقول له السي بي يو عايز سي بي يو 1 او 2 سي بي يو وهكذا. فالكونفيجريشن دي كلها بتتخزن في الفايل اللي اسمه الفي ام اكس. يبقى انا عندي ملفين، الفي ام اكس ده يعادل الكونفيجريشن فايل، وعندي الملف المهم الثاني اللي هو الفي ام دي كي اللي هو يعادل الهارد ديسك. فدول الملفين المهمين جدا. ان انت لو مهمين جدا في ايه؟ ان انا ممكن انسخهم. انا دلوقتي انشات فيرتشوال ماشين جديده وحطيت عليها ويندوز، والويندوز ده حطيت له انتي فايروس وظبطت الانتي فايروس عليه وعملت له ابديت للانتي فايروس وحطيت اوفيس مثلا، ولو عندي ابلكيشن اليوزرز هيشتغلوا عليه فحطيت لهم الابلكيشن. فلو انت عايز تعمل كوبي بقى يعني من الفيرتشوال ماشين ده او الجهاز ده، عايز منه تعمل منه نسخ مختلفة بدل ما كل مرة تعمل، ان انا عايز مثلا عندي لاب، تخيل انت في معهد مثلا او في تريننج سنتر وعايز تعمل 10 15 جهاز، فبدل ما كل مرة تعمل كونفيجريشن من اول وجديد وتعمل انستول لويندوز وانستول الانتي فايروس والقصة دي كلها، لا انت ممكن تعمل مكنة واحدة او فيرتشوال ماشين واحد، وبعدين الملفات دي ننسخها، نعمل لها كوبي او تنسخها على اكسترنال هارد ديسك مثلا. طب بعد ما انسخ على اكسترنال هارد ديسك اعمل ايه؟ تقدر تروح على اي فيرتشوال ماشين تاني او اي اي اكس اس اي تاني، وتقدر انت تحطها على طول بدل ما تعمل نيو فيرتشوال ماشين وانستليشن من اول وجديد، وهنشوفها عملي دلوقتي. يبقى زي ما قلنا الملفات دي مهمه جدا بالنسبه لنا ان حضرتك تنسخها. انا ممكن انسخ ملفين الاساسيين مش لازم الكل، بالرغم ان كل دول ملفات مساحتها بسيطه، اللوك فايل والحاجات دي مساحات مش كبيره، لكن بيبقى مساحته كبيره طبعا الفي ام دي كي اللي هو حسب مساحه الهارد ديسك اللي انت كنت انشاته. فانت عشان مثلا انا ممكن اجي هنا عن الفي ام دي كي او اظلل عليه او اعمل سيلكت عليه او اعمل سيلكت على ده او الفايل ده مثلا، أو انا هاجي هنا على الفي ام دي كي مثلا واجي هنا واجي هنا، او ممكن اعمل سيلكت عليهم كلهم مفيش مشكله، وده الامن يعني اللي حضرتك تعمل سيلكت على الملفات دي كلها الخاصه بالجهاز اللي اسمه ويندوز 10، واروح اعمل له هنا الداونلود. فلما بختار هنا داونلود ايه اللي هيحصل؟ هو هيعمل لي اكنك في الانترنت وبتعمل داونلود لسوفت وير. فلما بعمل انا داونلود هنا هيسالني الداونلود ده عايز في اي فولدر، فحدد له فولدر معين مثلا، الفولدر ده خاص بيا احطه فيه الفيرتشوال ماشينز اللي عندي، فهعمل فولدر واسميه ويندوز 10، وبعدين اعمل سيلكت على مجموعه الملفات دي او الملفين الاساسيين براحتك، وبعدين نعمل لها الداونلود. اما تعمل لها داونلود معناه ايه؟ معناه انت اخدت كده نسخه من الملفات الخاصه بالفيرتشوال ماشين اللي اسمه ويندوز 10. بعد ما تعمل النسخه دي هنشوف ازاي ان انت تقدر ايه اللي انت تقدر تنشئها من اول وجديد، تبقى عندك مكنه كامله. يبقى المكنه كامله او الفيرتشوال ماشين ده انت اخد منه نسخه ملفات خاصه بيه، وبعد كده نقدر نعمل له ديبلوي. دي طريقه. في طريقه تانية، انا برضو هنا لو جيت على الداتا سنتر هنا دي اللي عندي، ده انا عندي، انا فاكرين انا عندي ثلاث اجهزه، فهنا مثلا الجهاز اللي اسمه ميجا في سنتر، شايفين ده انا عندي ايه ده كام هارد ديسك؟ ده كتير. خدتوا بالكم الفرق؟ انا عندي هنا المكنه دي او الفيرتشوال ماشين ده اللي هو الفي سنتر، عندي هنا مجموعه هارد ديسكات كتيره قوي، لكن كان ويندوز 10 ده يعني ده كان هارد ديسك واحد بس، لان انا فعلا كنت عامل كده. لو ما جيت اعمل فيرتشوال ماشين للويندوز 10 اخترت يكون عندي هارد ديسك واحد، لكن اما جيت اعمل فيرتشوال ماشين للميجا سنتر ده هنتكلم عليه ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، اللي هو ازاي بالفي سفير سنتر يعني. فانا كنت عامل مجموعه هارد ديسكات كتيره حوالي 9 10 هارد ديسكات وهكذا، كنت عامل شغل كتير، فبالتالي كل هارد ديسك بضيفه فبالتالي بيتضاف لي هنا، يقول لك هنا ايه 1 2 3، هو مقسمهم مش انا اللي مختار الاسماء دي، هو اللي الراجل بايه بيقسمها تلقائي على طول، واكيد المساحه هنا بتبقى ضخمه كبيره.
لو كل هارد ديسك المساحة فبتبقى مساحة كبيرة. لو جيت مثلا هنا ده برضو في حوالي 6 7، انا ما شاء الله شغال عندي مساحات كبيرة، ماشي الحال. ده مثلا حاجة واحدة بس اهو، ده عبارة عن هارد ديسك واحد بس. فدي الفكرة. يبقى انا عندي هنا من القائمة الموجودة هنا، دول فاضيين على فكرة ما فيهمش اي حاجة دول. فيبقى عندي هنا الملفات زي ما قلنا، مهمة جدا يا جماعة ان انت تقدر تيجي هنا وتعمل سيلكت على مجموعة الملفات الخاصة بالجهاز وتروح عامل لها هنا داونلود. معنى كده ان انت اخدت كوبي من الفيرتشوال ماشين ده عندك على فلاشة، على اكسترنال هارد ديسك، على اي ستورج يعني اكسترنال ستورج، وبعدين تقدر تستخدمها بعدين. دي طريقة. طب كان في طريقة تانية؟ اه في طريقة تانية ان انا اعمل كوبي من الملفات. ان حضرتك هنا هو الجهاز اللي هو اسمه ويندوز 10، بس في عيب بس عشان نتكلم، عيب حكايه الداونلود او طريقه الداونلود دي بتاخد وقت كبير. المساحات لو مساحات كبيره هتاخد وقت كتير، تعمل داونلود تاخد مساحات كبيره، واحيانا ما بترجعش بكفاءه لما تيجي تنشئ الجهاز منها، يعني ليها بعض المشاكل. لكن في طريقه تانية، نعم ممكن اجي هنا على جهاز مثلا الويندوز 10 ده واعمل رايت كليك او اضغط رايت كليك. فما باجي على الرايت كليك بلاقي حاجه هنا اسمها ايه، في اكسبورت وفي هنا اكسبورت ويز ايميجز. الافضل والاحسن ان انا اعملها هنا اكسبورت ويز ايميجز. فايه اللي هيحصل هنا؟ فالراجل مشكورا او السوفت وير نفسه او الفي ام وير يعني مشكورا، هيعمل لي اكسبورت، يعني هيجمع لي الملفات، نفس الملفات اللي قلنا عليها، بس بيعمل لي هنا ملف المهم اللي هو الفي ام دي كي، وملف اللي هو اسمه الام اف، وملف اسمه او في اف. وكمان ممكن نعمل الايزو فايل، ويفضل نعمل الايزو فايل بحيث هنا يعمل اكسبورت. هنا بيقول لك ايه الداونلود والايه والاوبن ان سبريت تاب، يعني يعني بعد ما اضغط هنا على اكسبورت هيفتح لي شاشه جديده يعني. بس الملفات اللي هتتاخد في ملفين او مجموعه ملفين اساسيين، يفضل الام دي كي طبعا ده اساسي اللي هو الهارد ديسك، وممكن كمان نسخه الايزو. يبقى الجهاز ده كامل اللي احنا عملناه هيجمعه لي في ملف نسخه ايزو، بيبقى مساحته طبعا كبيره شويه بس كده كده انا اكون محتاجه. واما اجي اضغط هنا على الاكسبورت، اما اجي اضغط على الاكسبورت هنا هيبدا الراجل مشكورا يعمل ايه، يعمل لي سيف. انا مش عارف ايه العربي هنا، البراوزر بالعربي لما بكره القصه دي، لكن على سبيل المثال هنا الايزو فايل مساحته 3 جيجا تقريبا. اما بعمل له هنا اوكي هيبدا يعمل داونلود للملف ده، وبعدين يعمل ملف الفي ام دي كي وهكذا. فدي طريقه برضو تانية اللي انت تعمل ايه اكسبورت. تمام. يبقى دي الطريقه الافضل اللي انت عندك جهاز اهو موجود. افرض انا دلوقتي على سبيل المثال يعني كتجربه عمليه، انا عندي جهاز ويندوز 10 وعايز اعمل اخوه، اعمل جهاز تاني شبهه بالظبط، بحيث يبقى عندي جهازين ويندوز 10 والاثنين نفس الكونفيجريشن. انا تعبت في ده الويندوز 10 وقعدت اعمل له انستول من اول جديد، اللي هو كان المحاضره اللي فاتت او الفيديو اللي فات. طب انا خلاص اوريدي عملته كده، ينفع اعمل منه كوبي؟ ايوه، زي الطريقه اللي احنا عمالين ايه نتكلم عليها. تمام. فدي الفكره ان انت ازاي تعمل كوبي من النسخه الفيرتشوال اللي تكون موجوده عندك. في ملاحظه او في بعض الاسئله كان الناس سالوني عليها. طيب انا دلوقتي بستخدم الاي اس اكس اي اللي هو الفي ام وير، نسخة الـ ESXi، وشفنا الطريقة ازاي ان انا بشتغل عليه. طب لو انا كنت شغال، لا طب خلينا نكمل هنا حاجة، خلينا نكمل هنا حاجة. انا بتخيل دلوقتي خلاص انا عملت كوبي من نسخة الويندوز 10 دي. طيب انا دلوقتي عايز انشئ مكنة جديدة او انشئ في ام جديد باستخدام الملفات اللي انا نسختها. فهتيجي هنا عادي جدا على الفيرتشوال ماشين اللي هما التلاتة اللي عندك، فهنا بتقول له بقى انا عندي ايه، عايز اعمل كرييت، عايز انشئ فيرتشوال ماشين تانية. انا عندي هنا الويندوز 10 موجوده وعايز اعمل كوبي، او مش عامل كوبي، اعمل نسخه زيها، ما انا ناسخ الملفات اوريدي. فكل الحكايه حاجه ايه، على خطوات التقليديه جدا، بقول له انشئ لي فيرتشوال ماشين جديده. فهنا بقى هنا الاختيار بيقول لك كرييت ا نيو فيرتشوال ماشين. لو انت بقى هتعمل انستليشن من اول وجديد، ده زي اللي اخدناه في الفيديو اللي فات، لا لو انت هتعملها جديده قصه جديده تانية، اوكي براحتك. لكن هنا الاختيار التاني بقى هنا اه اللي هو بيقول لك ايه ديبلوي، واحنا اتفقنا وقلنا يا جماعه كلمه الديبلوي اللي هو معناه انشاء فيرتشوال جديد يعني. فهنا مش هقول له بقى انا عايز اعمل كريت من اول وجديد، انا مش عايز نيو انستليشن، انا عندي المكنه او الجهاز او الفي ام اوريدي اخدت ملفاته او عندي كوبي من ملفاته. فهنا بيقول لي ايه deploy a virtual machine from an OVF or OVA file
الاو في اف والاو في اي هنتكلم عليهم حالا، بس هو المقصود بيه الملفات. انت بصيت هنا هيقول لك ايه الاوبشن اللي احنا عاملين سيلكت عليه او نختاره، ده هيعمل لنا كرييتنج ا فيرتشوال ماشين فروم ان او في اف. او في اف اللي هو مجموعه الملفات. الاو في اف يا جماعه هو ايه؟ مجموعه الملفات اللي احنا شفناهم دول اللي عملنا سيلكت عليهم وعملنا لهم داونلود، هم دول بيتقال عليهم اللي بينشئهم لي في قصه الاو في اف. الاو في اي هنتكلم عليها بعد شويه دلوقتي. اند في ام دي كي، في ام دي كي اللي هو من الهارد ديسك. يبقى بستخدم الاختيار ده في حاله ان انا مش هنشئ جهاز جديد، انا من مش عامل انستليشن من اوله جديد، لا انا هنشئ جهاز جديد فعلا بس باستخدام ملفات كنت انا عملت لها كوبي او داونلود قبل كده. فهقول له هنا اوكي نكست. فهيسالني طبعا ملفاتك فين. الاول بيقول لي ايه، انتر فيرتشوال ماشين نيم اللي هو الجهاز الجديد اللي هيتنشا يكون اسمه ايه. ممكن اقول مثلا ويندوز 10 داش 2 اللي هو النسخه الثانيه او الجهاز الثاني اللي معمول له انستول على الويندوز 10. وهنا بيقول لي ايه، كليك تو سيلكت فايلز اور دراج اند دروب. يعني لو انت عندك الملفات تقدر تسحبها تعملها دراج اند دروب في المكان هنا، او اللي انت تعمل كليك هنا ونحدد له الملف اهو. شايف شايف شايف، واحدد له الملفات بتاعتي. ممكن اقول له انا عندي الويندوز 10 الفي ام دي كي هنا، واروح اعمل له هنا ايه مثلا اوبن. بس انا المفروض يكون عندي ملفات جاهزه والاو في اف، يعني المفروض يكون اكون انا مجمعهم في فولدر يعني. ومثلا اروح اعمل له هنا ايه اوبن. يبقى دي هنا يا جماعه الملفات اللي انا اخدها من الجهاز اللي فات. المفروض اما اكمل له بقى اقول له هنا نيكست وهكذا. هو طبعا محتاج هنا ايه، يو نيد تو سيلكت ان او في اف اور او في اي. فالمفروض انا لو كنت عملت له اكسبورت، بس للاسف ما عملتهاش لان بتاخد وقت كبير. فحضرتك هتجربها عمل تاني، حضرتك هتجربها عمل ازاي عشان بس ما تضيعش وقت كتير في الفيديو. اللي انت تيجي على جهاز زي ويندوز 10 ده، او حاول تستخدم جهاز يكون بسيط ما فيهوش شغل كتير عشان يبقى مساحته بسيطه. يعني قلنا رايت كليك واقول له هنا اكسبورت، ها اكسبورت ويز ايمجز. فهيقول لك فين اهو ده كده اهو، هو اوريدي عامل سيلكت على الاو في اف والكلام ده كله اهو. فانت تختار مثلا في ام دي كي او كمان معاهم الايزو، يبقى مجموعه الملفات كامله. فانت جرب اعمل لها اكسبورت، هتاخد منك وقت شويه. وبعد ما عملت لها اكسبورت لو عايز تنشئها من اول وجديد، فهتيجي على الفيرتشوال ماشين ده اعاده طبعا اللي احنا بنقوله. هتيجي هنا على الكرييت وهقول له هنا ديبلوي ايه؟ فيرتشوال فروم ان او في اف. وتكمل خطواتك، تعمل هنا نيكست وتحدد اسم الجهاز الجديد. ده تحدد اسم الجهاز الجديد وتحدد له من هنا الملفات وتعمل له سيلكت، مش على الاو مش على الفي ام دي كي بس، على الملفات كلها. يعني هنا طبعا اسماء عندي مختلفه، انا عندي هنا ويندوز 10 وعندي ويندوز 10 داش 1. فانا المفروض مثلا لو المفروض اعمل سيلكت عليهم كلهم وابدا اكمل كل القصه. ما بتعمل نكست هيكمل يكمل، مش هياخد وقت كتير. وهتلاقي ايه اللي حصل، هتلاقي اللي حصل قدامك عندك اصبح في جهاز تاني هنا هيتنشا اسمه ويندوز 10 مثلا 2 حسب ما انت هتسميه. يبقى اصبح عندي هنا ايه جهاز تاني بدل ما اعمل انستوليشن من اول وجديد. حكايه اللي انا قلت هنقولها بعد شويه، موضوع الاو في اف والاو في اي. الاو في اف يا جماعه والاو في اي دي قصتهم ايه؟ ممكن افتح البينت. احنا قلنا في ملفين عندنا اللي هما ملف ال OVA وملف تاني اللي هو ال OVF. ال OVF اللي هو اما انت تعمل اكسبورت فبيعمل لك اكسبورت لمجموعه ملفات مش ملف واحد. انا الشاشه عندي عايز اكبرها شويه. مجموعه ملفات اللي احنا كنا شفناهم المره اللي فاتت دي عباره عن مجموعه ملفات انت تقدر اللي انت ايه تستخدمهم. انا كنت بجيب ال ما اختلفناش. هنا الشيبس مختفيه ليه كده. ال OVF ده بيبقى عبارة عن ملف اتنين تلاتة، مجموعة ملفات الخاصة بالمكنة كاملة. ال OVA بيبقى هو فايل واحد بس. ال OVA بيبقى ملف واحد بس بيتضمن كل الناس دي، كل الملفات دي هو بيجمعها في ملف بيسميه هنا ال OVA. وبعد كده إن شاء الله أما ندخل في الفي سنتر، الفي سنتر هنتكلم على حاجه اسمها التمبلت، هنتكلم عليهم بالتفصيل اللي هو الاو في اي تمبلت والاو في اف تمبلت والناس دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. لكن مبدئيا خلينا ابقى عارف ان انا عندي لما بعمل اكسبورت في نوعين من الملفات، الاو في اي فايل والاو في اف فايل.
الاو في اف هي مجموعه الملفات اللي احنا شفناها من شويه اللي انا اقدر اعمل لها داونلود، اللي هي بتبقى محتويات الفيرتشوال ماشين نفسها. الاو في اي نفسها نفس الكلام، بتبقى زي الايزو فايل يعني. اللي هو الايه اختصار ابلاينس، ها الايه اللي هو اختصار ابلاينس. والابلاينس ده يا جماعه ده عباره عن ايه؟ ده هو كونسبت، مش حاجه خاصه بالفي ام بس، ده الكونسبت اللي هو بيبقى عندك ملف متجمع فيه كل حاجه، انت بس هتحطه كده فتلاقي الدنيا اتفكت. زي حكايه الايزو مثلا، الايزو ده عباره عن ملف واحد متجمع وبيبقى مساحته كبيره شويه، مجرد ما انت تشغله بتلاقي عليه ملفات كتيره جدا، ويتحط لك عليه اوبريتنج سيستم، ويتحط عليه ابلكيشنز وهكذا. فدي حكايه الاو في اف والاو في اي سريعا. وشفنا ازاي دلوقتي من خلال الاي اس اكس اي ازاي انت تعمل كوبي من ملفاتك او الفيرتشوال ماشين وتخزنها تكون موجوده عندك، وازاي اللي انت بعد كده تستخدمها، ان انت تنشئ جهاز جديد بناء على او في اف كنت احنا اخدنا او كنا احنا ناسخينها. في سؤال بنساله او بعض الناس بيسالوني عليه كتير، اللي هو انا عايز اروح فيها، اللي هو لو انت بتستخدم الفي ام ورك ستيشن، ما حدش يتلخبط يا جماعه، في في ام الورك ستيشن اللي هو السوفت وير اللي جاي من شركه الفي ام وير، اللي هو العادي التقليدي البدائي يعني شويه، فده اللي انا ناشئ منه مكنه اللي هو اي اس اكس اي 2، ده اللي انا كل شغلي عليها. وانا ناشئ مكنه تانيه اي اس اكس، يعني الاي اس اكس اي دي اللي هي اللي شغالين عليها دي، عشان ما حدش يتلخبط. انا فين المكنه الاي اس اكس اي، فين اللي انا كنت شغال عليها وانا قفلتها؟ وانا قفلتها ليش؟ اللي هي دي المكنه دي اللي انا كنت شغال عليها من شويه، اللي شفنا فيها كل التفاصيل وعملنا منها كوبي او ديبلوي او كده، اللي هي دي. دي في الاصل عباره عن ايه؟ في اللاب اللي انا عامله، يا جماعه دي في الاصل عباره عن، نصغرها بس كده، يبقى الجهاز ده او المكنه دي او الاي اس اكس اي ده اللي هي دي اللي انا عندي هنا. ما باجي افتح الفيرتشوال ماشين هو ده، انا شغال على الورك ستيشن في ام ورك ستيشن، فانشات المكنه دي اهو، وحاطط جهاز ويندوز 10 كمان، وحاطط جهاز ويندوز سيرفر 2016، وعامل حاجه اسمها اديشنال دومين على سبيل المثال. وناس كتيرة بتسأل في الموضوع ده، انا جهاز الويندوز سيرفر ده مهم بالنسبة لي، اقدر اعمل كوبي الملفات؟ ايوه، بص هنا اما بتحرك الماوس بيشرح لك تحت هنا وبيقول لك انت ملفاتك موجودة في الدي في الفي ام ماشينز، وبحدد لك مكان الملفات هنا اللي هو عندي انا فين في الدي هنا كده. بص معايا، لو رحت انا الدي اهو، ورحت انا الفي ام ماشينز، هتلاقي ده الجهاز اللي اسمه ويندوز 2016، هم دول ملفاته. يا لا ده كتير قوي، ايه ده؟ ده كتير جدا. كل دول ملفاته؟ لا، ما هو مش كل دول بصراحه يعني، بس انا هكلمك على حاجه تانية دلوقتي. دول الملفات الخاصه بيهم، بما فيهم لو تلاحظ هنا الفي ام دي كي يعني. فبالتالي تقدر تعمل انت كوبي من الملفات دي. دي زي الداتا ستور، اكن انا رحت للداتا ستور. لو جيت هنا مثلا على الويندوز 10 اهو، الويندوز 10 دي ملفات الويندوز 10. يبقى مره تانية عشان ما حدش يتلخبط، لو انت بتستخدم الفي ام ورك ستيشن، الفي ام ورك ستيشن ده ملفاتك موجوده فين؟ كل ما بتضغط على ملف عندك او على جهاز في ام بيشرح لك تحت الماوس، بيقول لك الباث بتاعه فين او مسار موجود الملفات فين. اهو ده موجود هنا، كل جهاز موجود هنا. تقدر ان انت تعمل ايه؟ تعمل لها كوبي زي ما قلنا هنا. اهو تعمل كوبي للملفات دي، دي خاصه، دي ملفاتي الخاصه بالويندوز 10. وطبعا هنلاحظ برضو الملف اللي هنا الفي ام دي كي، فين التايب هنا؟ عايز اوسع الاكستنشن هنا، هو ده اللي تعرفه حتى من الشكل يعني، انت بالخبره هتعرف ان هو ده الهارد ديسك الفي ام دي كي، وهو بيقول لك حتى الديسك فايل، ودول الملفين اللي هو الكونفيجريشن فايل والتاني، فدول تقدر انت تعمل لهم كوبي بنفس الايه الطريقه. فدي حاجه. طيب من ضمن الحاجات التانيه اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده، على سبيل المثال انا عندي جهاز اللي هو، خلينا نبدا بالجهاز العادي لو انت بتستخدم الفي ام الورك ستيشن اللي هو ده الاي اس اكس اي مثلا، ده
ده جهاز كل شغل عليه، انا حاطط عليه شغل كتير قوي. وممكن اقعد اجرب حاجه، اقول لك تعال نجرب بقى نعمل مثلا نتورك ونضيف ايه ونعمل ايه. فالتجربه دي اللي بنعملها الناس اللي شغالين بالاي تي عادي، عارفين انك ممكن تيجي تعمل تجربه وتلاقي الدنيا باظت، ده حاجه عاديه وبتحصل كتير جدا. يعني ممكن تضيف، تيجي تضيف فاير وول او تعمل اي حاجه، تبص تلاقي الدنيا باظت والمكنه باظت وهكذا. فبالتالي ايه الحل؟ لو انت كنت اخد كوبي منها تقدر انت ترجعها، ودي طريقه. الطريقه التانيه في حاجه هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الايه، السناب شوت. السناب شوت يعني ايه؟ يعني مثلا انا جيت هنا على جهاز اسمه ويندوز سيرفر، الجهاز ده اللي انا شغال عليه، هو ده الجهاز على فكره، ده كده الجهاز ده ويندوز سيرفر. الكلام اللي احنا بنقوله ده مش خاص بالفي ام وير بس، يعني من لا ده ده كونسبت، يعني فكره عامه. انا دلوقتي هشتغل على جهاز ويندوز سيرفر، فالجهاز ويندوز سيرفر ده لو انا دارس مايكروسوفت او ام سي اس اي، فانا بعمله كدومين كنترولر وبجرب عليه، اشتغل عليه واعمل له اديشنال دومين واجرب اعمل له دي اتش سي بي وكمان دي ان اس واقعد اشتغل بقى عليه. فانا لسه عامل انستول للجهاز والويندوز لسه فريش، مجرد خلصت. تخيل انا لسه مخلص سيت اب دلوقتي. طيب انا خلصت سيت اب بس في تجارب هعملها، فممكن اجي اجرب مثلا اعمل دي اتش سي بي ويروح الدنيا بايظه وقعت مني، فهضطر الغي الجهاز وبعدين ابدا اعمل انستول من اول، فده طبعا مضيعه للوقت. فكان في طريقه جميله جدا ان احنا بنعملها، اللي هو بنعمل ايه؟ قال لك والله طالما هو جهاز جديد كده، واحنا يا ريت نتعود نعملها يا جماعه. لو انت بتعمل ويندوز، لسه حاطط ويندوز جديد اهو، ويندوز سيرفر على سبيل المثال، فقبل ما تعمل اي كونفيجريشن وقال اي قبل ما تعمل اي حاجه، الانستول الجديد الجميل الفريش ده اللي انت لسه عامله، فبنعمل حاجه اسمها سناب شوت. سناب شوتس اللي هو ايه؟ اللي انت بتيجي هنا على الفي ام، انا كلامي على الورك ستيشن، لان نفس الحكايه السناب شوت دي هناخدها في الاي اس اكس اي، لكن كلامي على الورك ستيشن. تيجي هنا على الفي ام وتروح قايل له هنا سناب شوت، وتقول له هنا ايه؟ تيك سناب شوت. يعني ايه تيك سناب شوت؟ يعني ايه؟ يعني هاخد صوره من الجهاز دلوقتي، حاله الجهاز دلوقتي. انا لسه عامل انستول مثلا وعملت اديت للجهاز اي بي وعملت ويندوز ابديت، لسه جهاز ما عملتش اي حاجه عليه، حاجه جميله انستليشن جديد. فاحسن حاجه اقول له خد لي بقى صوره، او خد لي الوضع، جمع لي وضع اهو، تيك سناب شوت. فهقول له مثلا هنا فريش، ممكن اقول له هنا تختار اي اسم بحيث تبقى انت عارف هنا، تقول له مثلا ويندوز سيرفر، ويندوز سيرفر داش فريش مثلا. فريش ده معناه ايه؟ معناه ان جهاز جديد لسه ما عملش عليه اي تعديلات، وراح قايل له هنا ايه؟ تيك سناب شوت. هياخد وقت شويه، هيجمع لي بقى الجهاز وهيجمع وضع الجهاز والسيتنج الخاصه بالجهاز وصوره، هياخد لي صوره من الجهاز نفسه ويجمعها لي في ملف او في فولدر يعني اللي هو اسمه ويندوز سيرفر فريش. طيب بعد ما يحصل كده ايه اللي هيحصل بقى؟ اجي بقى نشتغل بقى اجرب التجربه اللي انا هعملها، او لو في ابلكيشن هعمل له انستول، او في ابلكيشن خصوصا لو الداتا بيز مثلا وهتبدا تعدل عليها وخايف النتيجه تعمل لك مشكله كبيره، فجرب التجربه اللي انت هتعملها. ولو الدنيا راجعه باظت، لو الدنيا بقى التجربه عملتها وبوظت الدنيا، فانت بتيجي على السناب شوت هنا وممكن تقول له لا رجع لي مين؟ وضع الجهاز في حاله الفريش اللي هو اللي كان بتاريخ 28/3 مثلا الساعه الفلانيه دي. فاول اروح اعمل له كده، اول ما اضغط على النسخه اللي اسمها مثلا فريش، اللي هيحصل هيرجع لي حاله الجهاز وقت قبل ما اعمل تعديل وهكذا. يبقى دي برضو تعتبر نوع من الباك اب. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على ايه؟ على نوعين من الباك اب نعتبر. اول حاجه ان انا اخد كوبي من الملفات زي ما قلنا، واتكلمنا على الاو في اي او الاو في اف. الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول لك هنا، الجهاز لما انت تنشئ جهاز جديد تقدر اللي انت هنا عن طريق السناب شوت تعمل كوبي زي ما قلنا، او تيك سناب شوت هيجمع لك او هيعمل نسخه من وضع الجهاز، وبعدين تقدر تعدل وتشتغل وتعمل وهكذا. فهنا بيطلع لك تحت لو انت كنت اخد اكتر من سناب شوت، ينفع ان انا اخد اكتر من سناب شوت عادي، واما اجي ارجع للسناب شوت الفلاني اروح ضاغط عليه. وطبعا الاسم اللي انت تختاره هنا يا ريت، مثلا لو انت هتعدل في داتابيز فانا ممكن اعمل تيك سناب شوت يقول لي الاسم ايه، اقول له بيفور ابديتنج داتابيز مثلا، واحدد له تاريخ، يعني اقول له ده وضع الجهاز قبل ما اعدل في الدي بيز او الداتا بيز بتاعتي اللي هو كان بتاريخ الفلاني الفلاني ده، عشان لو حصلت مشكله وعايز استرجع الجهاز على وضعه الصحيح السليم اللي كان شغال بالوضع الفلاني، فمجرد انا اختار من هنا، مجرد ما انت بتختار هنا الفريش ويندوز هيقول لك انت متاكد، هتقول له نعم او اوكي او يس، هيرجع لك وضع الجهاز واكن التعديلات اللي انت عملتها ما حصلش فيها حاجه. فدي كان خطوه
بننصح بيها الناس، خصوصا المبتدئين اللي لسه هيبدأ يشتغل، فعشان هيقعد يجرب بقى وفي حاجات ممكن تبوظ منه. حتى في البيئة العملية، اما انت فاهم، مثلا عندنا في الشغل وانا بشتغل فبعمل كوبي كده، عايز اجرب حاجة او هعمل حاجة، فاقول لك استنى، لا استنى اخد نسخة الاول، اعمل ايه، اخد سناب شوت من الفيرتشوال ماشين عشان لو حصل مشكلة استرجعها مرة تانية. بس حكاية اللي هو ده، لو بصينا يا جماعة هنا، انا ليه مرة ما رحت هنا للدي، لو فاكرين رحت انا للدي ورحت على الويندوز سيرفر هنا، لقيت ملفات كتيرة. الملفات كتيرة دي اللي انا كنت اخد سناب شوت، فكنت اخر سناب شوت، فبالتالي بينشئ لك ملفات كتيرة. لو بصيت هنا لحجم الفولدر ده هتلاقيه مساحة اتوقع كبيرة جدا، 37 جيجا، على عكس مثلا الجهاز ويندوز 10 اتوقع عشان انا كنت اخد منه هتلاقيه حاجة بسيطة 9، شايف ده 9 والتاني 37، وما اعتقدش ان الفرق بين ويندوز سيرفر 2016 ما بتعملها انستول والفرق بين الويندوز 10 من 30 39 ل 9 كتير قوي، يعني ال 30 جيجا دي لا. هو الفكره ان انا عامل هنا في الفيرتشوال ماشين اللي هو الويندوز 16 ده او ويندوز سيرفر 2016، كنت انا عامل منه سناب شوت، فبالتالي السناب شوت بيجمع لي كل الملفات هنا، بيجمع لي الملفات يكون موجوده هنا، فبالتالي عشان اقدر ارجعها واعمل منها باك اب. تمام، فدي الفكره ازاي ان انا ايه بعملها. لو انت شغال على الاي اس اكس اي، لو انت شغال هنا على الاي اس اكس اي، لو احنا شغالين على الاي اس اكس اي وعايز اخد سناب شوت من المكنه نفسها او من الفيرتشوال ماشين دي، وليكن انا دلوقتي على الفيرتشوال 10، على الفيرتشوال ماشين اسمها ويندوز 10، تقدر تضغط باليمين رايت كليك وهتلاقي اختيار هنا اسمه ايه، سناب شوت، وتقول له هنا ايه تيك سناب شوت. نفس القصه، نفس الحكايه بتاعت الايه التيك سناب شوت، معناه ان انت هتاخد كوبي من وضع الجهاز اللي اسمه ويندوز 10 اللي هو على حالته حالا. شوف انت كان اخر كونفيجريشن واخر تعديل انت عملته ايه، فانا بعمل منه هنا كوبي. تاني بروح هنا فين على الماوس، بس للاسف حركته الجهاز بدأ الدنيا تبطأ شويه، الحركه بطيئه، فانا هنا باجي على السناب شوت واقول له تيك سناب شوت، فهياخد لي نسخه نفس الفكره اللي اتكلمنا عليها. يبقى احنا شفناها طريقتها لو انت هتستخدم الاي اس اكس اي، وطريقتها لو انت هتستخدم اللي هو الفي ام، الفي ام وير اي اس اكس اي، او لو هتستخدم الفي ام وير ورك ستيشن. فدي كانت يا جماعه حاجه مهمه جدا، ازاي انت تعمل كوبي من ملفات الاجهزه اللي انت هتشتغل عليها. تمام، ان شاء الله في نهايه المحاضره بنفكر برضو الناس انك لازم تجرب الكلام ده تجربه عمليه. حكايه السناب شوت دي لازم تكون عندك مساحه، لكن يكون عندك تتاكد انت عندك سبيس مساحه، وتجرب تعمل كوبي عليها. بعد ما تعمل كوبي تجرب ان انت ترجعها او تنشئها، بحيث يبقى عندك هنا قلنا جهاز ويندوز 10، وتعمل كمان جهاز ويندوز 10 مش نيو انستليشن، لا بناء على الملفات اللي انت عملت لها كوبي. وتوقع ان ممكن تقابلك بعض المشاكل وانت بتعمل داونلود او بتعمل اكسبورت ليها، وان شاء الله نكمل المحاضره الجايه. ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى اساس المحاضرات الباقيه كلها، اللي هو ازاي ان احنا بننشئ الفي سفير، اللي هو السوفت وير الثاني اللي احنا هنستخدمه، اللي هو الفي سنتر، يعني الفي سنتر اللي هو هيعمل مانجمنت لكل اللي بقى الاجهزه الموجوده عندك، الاي اس اكس ايز الموجوده عندك الجهاز. نشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.